السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأخوة وأخواتي الأعزاء، ورحب بكم في هذه الحلقة الجميلة مواصلة لموضوع الوصية الواعي والوصية الوصية لوارث. طبعا نحن قدمنا وقلنا في هذه الحلقات ونأكد ضرورة وأهمية الوصية، الوصية لوارث ولغير الوارث، وأنها ممكن أن تكون في الثلث وكذلك في أكثر من الثلث. وبينا ودللنا في ثلاث حلقات على هذا الموضوع وأهميته. اليوم لأن الناس متعلقين أو المشايخ أو الإرث أو الموروث الديني في هذا المجال مركز لك على موضوع التقسيمات الإرثية في الآيات الكريمة، والغريبة والعجيبة سوف تجد معي أن هذه التقسيمات اللي ذكرها القرآن في الآية 11 والآية 12 والآية 13 و14 من سورة النساء، اللي يبغي يتابعها في كتاب الله العزيز سوف يجد أن هذه التقسيمات كل ما جاء التقسيمة كلما كرر الله خلفها من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني الوصية اللي يقدمها الإنسان قبل أن يموت ويحدد فيها الناس المستحقين والذين يجب أن تذهب إليهم أمواله وممتلكاته ويعطيهم إياها ويمنحهم إياها، تأتي في المقدمة طبعا بعد الوصية والدين الذي أخذه من الآخرين، يعني ما سوف يعطي وما هو عليه من الديون مقدمة على التقسيمات الإرثية التي أوردتها الآيات الشريفة الكريمة. فبعدما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واللي ذكرناها هاي المجموعة بعد ما في النص بعد ما يخلص يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. بعدين في الآية اللي بعدها الآية 12 يواصل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ويكمل التقسيمات. بعدين يأتي ويقول من بعد وصية توصون بها، هنا يقول من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن الوصية والدين مقدمان على هذه التقسيمات. بعدين يواصل يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن ثلاث مرات بعد كل جزئية من التقسيمات الإرثية التي حددتها الآيات الكريمة يؤكد الله على أهمية الوصية والدين، أنهما مقدمان على هذه التقسيمات اللي القرآن سبحانه وتعالى قسمها. هاي التقسيمات تأتي في المرتبة الثانية أو المرتبة التالية لمرتبة الوصية ومرتبة الدين، يعني تأتي في المرتبة الثالثة هذه التقسيمات. إذا الإنسان ما وصى شيء فنذهب إلى هذه التقسيمات، أو بعد الوصية التي يوصي بها الإنسان لأرحامه وأقربائه وحتى للدوائر الأخرى التي ذكرناها، وبعد ما إخراج هذه الوصية والديون التي عليه تأتي هذه التقسيمات التي ذكرها القرآن الكريم. إذن ثلاث مرات يكرر الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. وبعدين بعد هذه الآيات والتقسيمات والتذكير بهذه الآية ثلاث مرات يقول شنو في نهايتها؟ اسمع 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 أيها الواعي، يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. إذن هذا التقسيمات اللي جابها النبي بالوحي في القرآن ما يمكن يعارضها بالكلام التي يسوقها أرباب الحديث، لا وصية لوارث أو الثلث والثلث كثير، ما ممكن. هاي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الآية رقم 13 من سورة النساء. وفي الآية اللي بعدها تهديد اللي ما يفعل، هذا ثواب لمن يفعل وبعدها عقاب لمن لا يفعل. ومن يعص الله ورسوله
ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني هذه حدود الله، الوصية رقم واحد والديون رقم واحد، الديون والوصية، ورقم ثلاثة التقسيمات التي وردت. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أسمعت أيها الواعي؟ أسمعت أيها الواعي؟ فهمت ما أقول؟ فهمت ما أقول؟ في أربع حلقات قدمت لكم الوصية وأهميتها في حياة الإنسان فيما يتركه للأرحام والأقربين حقا على المتقين وللدوائر التي محتاجة في محيطه وفي أقربائه المحيطين به، والأقرباء تشمل الأصحاب وأصحاب الذين قدمون لك العون وهم في حاجة وناس لهذه الجوانب المادية ليعززوها ويكرموها في حياتك وتكرموها بهم في مماتك وتحصل به على الأجر والثواب وفوز العظيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. جعلنا الله من الفائزين فوزا عظيما في دنيانا وفي أخرانا. وفقنا الله إيانا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.